هذه الميه جماعه انا حق عرفت لابس سكادر برا يا عيسى شنو قفل شنو في حد يشبح لك ولا شنو اللي تمثل هاي يا اخي الصوره شنو بس بعد 13 سنه انت اول مره نرجع لعين الزغراته في الفقه نحافظ على البيئة ما شاء الله نطلع من تبوعي ما شاء الله افتات الفقه افتات الفقه ما شاء الله افتات الجنوب بصفة عامة ما شاء الله تبارك الله ملحة لحقانية ملحة لحقانية سبحان الله تجربة جميلة ومن أروع نسجل التجارب اللي خطها في الأربع والخمس سنوات بتاع المغامرة هذه ما شاء الله ما شاء الله مازال 12 كيلومتر ونوصل الى مفرق الفقه ان شاء الله طبعا هذه طريق الفقه ومن البوابة حوالي 120 كيلومتر في توصل الفقه طبعا الفقه نهاية الطريق فما فيش حد يمشي منها الا اهل الفقه نفسهم اللي هم عددهم بسيط او شوية الزائرين اللي بيجوا فنتذكر في 2008 درسنا هنا في الطريق نفسها وقعدنا يعني طيبنا غدانا وكل شيء فخلال ممكن 4 ساعات مرت سيارة واحدة لك أن تتخيل هذه الخريطة طبعا الاتجاه من طرابلس اتجاه مصراتة من مصراتة النزول باتجاه الجفرة إلى هون سوقنا ودان عبر بنجام طبعا وبعدها الاتجاه جنوب سوقنا نفس الطريق ترفع لسبها بس حنفرقه من هنايا وندخله الى الفقهة طبعا الفقهة اقرب قرية للهرج الاسود كيف تلاحظوا ايه حكم في وسط ليبيا باهي شو كيف وصلنا الى مدينة الفقهة هاي الفقهة ترحب بكم شوف 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 الفقهة ترحب بكم اخيرا وصلنا للفقهة هذا مسجد الفقهة ها معين انها الفقهة يا سادة الفقهة الجميلة 25 يعني مية هنا في هذه المنطقة ياكلها الله مش نسمع توادي نعرف الزاوية والزغراطة بس ان شاء الله هاي ايه ايه بيعوم Thank you.
ايه انصح ما شاء الله اكسيكسو غدانا ولا عشانا مش عارف في الفقهة من ديات الخال مراجع فنان شيف راقي الله يرحم والدين هذا الكسكسو هذا الطماطم هذا المسير الله ينور يا خال ربي يعطيك الصحه ولا شنو هي كشيك جيت جيت صباح الخير من عين الزاوية في الفقهة طبعا عيون المية هنا حلوة وكلها قابلة للشرب الفقهة قرية بعيدة جدا ونائية في وسط ليبيا وهي أقرب قرية للهروج الأسود يعني بينها وبين الهروج الأسود حوالي 8 كيلومتر ميزها الله بعيون مياه 25 عين مية تقريبا هذه واحدة من العيون اسمها عين الزاوية في غادي عين السطيل الصغير والسطيل الكبير والمهبول وفي عين الزغراتة أشهر عين ففي مجموعة العيون كل العيون عذبة وقابلة للشرب وتحيط بها طبعا الجبال وفيها منطقة الملح البيضاء فيها القرية القديمة للفقهة اللي كانوا يسكنوا فيها وحولوا منها في الثمانينات للقرية الجديدة يعني وفيها آثار رومانية وطبعا أهلها من أخبر الناس في الهروج الأسود بسبب قربهم شديد للهروج يعني حاليا الشباب تلقوا فوق خلنا نكبر مع بعض اهلا اهلا مرحبا 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 اهلا 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 حاليا الشباب فوق الجبل اللي قبل الهروج يعني جبال الفوق هذه تحتنا عيون المياه هذه عين مهبول وعين السطيل الكبير والسطيل الصغير والزاوية شوف الديل هذا ضب ولا ضب يجرب ديله الثاني لا مش ضب يا راجل لا فهمي شكي جرب حاليا في عين المهبوب لا ما فيش تيس تيس نافه
اي برهوم وين تو العين؟ هذه العين. هذه العين. عين مهبول. من جوا هذه الجابية تصب فيها العين. هذه الجابية باه. دور المدخل نتاع الكهف نتاع. هذا مصوب العين، غير ورد مين هي كان الميه هيك الشيشات. لكن خدموا لها جماعة طوب و. طمنوا لي شو تقول؟ فيها دار كبيرة داخل. لا خش. كانك بتنزل تعال. اركب. تهوية. يجنب زي ما تقول يا إضاءة. العين تمشي تحت الأرض زي الكهف. تستمر إلى أن توصل واصلين الشباب إلى تحت الجبل هوا. هذا السلوم جاب عيسى بحيث ننزلوا للعين. يعطيك الصحة عيسى. حاليا عملية استكشاف في الفقهة. معنا أخونا إبراهيم رياح، أخونا فوزي، أخونا حسين، عيسى بينزل. طبعا قبل شوية نزل المغامرة الذكرية بدون نسلم، فشلت من غادي، لقيت الدنيا ضيقة من غادي، فنحاول نخش من الفتحة هذه. طبعا هذه عين اسمها عين المهبول. عين المهبول هذه بعد الصيل الصغير صح؟ بعد الصيل الكبير. جميل، الصيل الكبير. يلا هدايا، العين هذه المفروض أن فيها نفق أو كهف يمتد للجبل اللي غادي. أنا يا عيسى سمعت اللي ينزل لها يهبل. عين المهبول هيك قاسي. يا مهبول مهبول. احنا بنبدا نتبعوا فيكم جماعه الرحاله مهبله، فاهمين؟ طبعا بالنسبه لل لقيناها اميه هنايا باهي، هندخلوا والله اعلم. يقولوا ان الانفاق هذه بتاع المياه موسعين الرومان، والله اعلم. هاي الى اللقاء شباب. غدو الصبح كما طلعناش واسع، وفيه ساعه ولا ما فيه؟ واسع منيح. لا لا وين واسع والله، اللي ماشي بالجنب. هاي مشي على السريع. يلا هاي صوابك حساب اللحنش. بعدين الفلاشة من فوق 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 ارص. ايوه هنا دارين خشبة فوق. خشبة هي تعرف كان حد يلبس عليها سلامتك. خونا حسام، خونا مصطفى، ما شاء الله نور نور. خونا عيسى منور. يا كريم يا ودي مجازف اشهد الله. في طين لطا أجيب دقيقة نوتيلا. إيه. ولدي مستكشف القبور بديت يا ولدي. ما شاء الله. جايين نبسط يا عيلة. ما عادش تتكلم، ما عادش تتكلم. علاش؟ مش يقعد مش يجيب. شوف سبحان الله الارض اللي فوقنا. تمام. طبقات الارض القشره اللي احنا نمشي عليها معناها ممكن تنهبك باي واحد. سبحان الله. شوف هي ها. يعني الخيمه قشره ارض. ايه حاليا نصور بعد سواسع ترى 16 ملم باش نطلع المعالم. ما شاء الله الميه تحت رجلينا. نشوف الميه لطا. الميه هذه الميه جماعة أنا حق عدت لابس السبيدرو. عندك قشرة يا عيسى. إيه. برا يا عيسى شنو قفل؟ شنو في حد يشبح لك ولا شنو؟ قلت بس البلد. إيه. ياخذ الصورة. شنو؟ قلت بس. شنو يعني؟ عندك علم السياح؟ عندك علم السياح الطليان كانوا يجيبوا فيهم يخشوا هنا؟ هنا في اللي يغمى عليه في لا عين الزغرات الحق مش هذه، عين الزغرات نفس البرنامج بالضبط. هم كان طليان يغمض، احنا شنو مسافرين؟ خلاص هذا حد الزنقه هي. ايه نشوف الزنقه هذه شنو بعدها؟ هذا وين يرفع؟ شنو هذا؟ شنو؟ هذا من وجهه المي المحوطه. لك عميل. نزل حسام زكريا. نزلت انت يا حسام زكريا؟ نزل نزل. تبغى من مين يكلم فيك من الفكر؟ اي لحق لحق يا زكريا. تبغى مازال في ماشي الامور. طويلي غادي طويلي غادي. طويت لك غادي. انا مازال نتبع هذا. المشكلة انت خشيته قبل جبت ذيك. معناتها تصبي. غير انت العفسات رد بالك يا مرات في حفرة تحتك هفوف فما هفوف صار مصيف مصيف ومية قصة عرفها. في استراحة في استراحة قعميزة تهدريزة نادوني. لكن خنقة القبر هذه ودي في كل من متعة هذه أقصى متعة والله. بعد حاجة طبعا مفروض جايب معك
نبو ندخلوا الداخل ولقينا الاملاح نشتا هذه ترى ذوقها افتح فمك يا رجل ذوق يا رجل شويه يا رجل ولا نملح ولا نملح خلاص هذه قوينا على الطريق توكل على الله تم برا توكل على الله تطلع زكريا هذه ينزل يا جماعه ما صار هذا شو دلت هذه المية كنت تشوفها لطا خد قصور الكانون ار 5 حصلت طيحة داخل عين المهبول بس امورها طيبة الحمد لله ان شاء الله نبي نرجع لها في المستقبل هي وعين زغرتها نبي نصورها لكم للداخل كامل ان شاء الله بعون الله اليوم هذه خش على راس الكشيك هذه نبتة نازلة من فوق هي ما شاء الله جولة داخل عين مهبول ما شاء الله شن طاح عليكم شباب طيب شوف التليفون عندي لا لا شكل الفقرة الثانية عالم ثاني تصبر الله هذا شنو هيك هذاك الجبل توصل للجبل غادي العين هي تمشي للجبل شوف هذا خاص تروح هات بدرو هذا كم مشمل ها برو هاي مصفى هاي ها مصفى مركبين عدسة واسعة قريب مع الشف المستكشف عيسى تندميرة يخرج من العين الكهف تحت الأرض نسلمك لا 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 ما شاء الله كانت تجربة ما شاء الله تجربة جميلة ومن أروع التجارب اللي خطها في الأربع والخمس سنوات بتاع المغامرة هذه ما شاء الله ما شاء الله المغامرات المجانية بدون تذاكر طيران وبدون تذاكر واحد جميلة صح على طول أصور مصفى أيوه بالصدق اطلب تصور بها في الهروس تمام خلاص هذه صبخة حيرة كاينة من الماء ولا صبخة ملح ويجمعوا منها في الملح صح؟ يجمعوا منها في الملح يجيبوا كده فاس ولا حاجة فاس هي ضروري فاس معاك تكسر وترفع في الملح مسخر هو مسخر ايه لكن مكانات طبعا وكلها طبقة ملح سبحان الله هاي اشري الارض قدامك طول هذا راه في مكانات يعني راه اماكن هذا تو يعتبر مش نظيف مش نقي نقي لكن فيه مكانات ينظفوه باي هذا تنظف ايه يتنظف او في اللي ينقيه ايه شوف هذا ملح طازة من الفقهة سبحان الله طبيعي طبيعي فكيف قلنا هذا ملح حاليا كيف تم استخراجه طلع اخوي ابراهيم من الصبخة اللي موجودة هنا في وسط الفقهة فنبي نضقوه يعني نفس ملح الخبزة لذيذ ومام مش جودة تبارك الله حسنا مش ملح اللي متعودين عليه هذا الملح اصلا هذا الملح هذا الملح الحقيقي طبعا هيك طبقه هي هيك طبقه ملح هذه الارضيه تربه هذه بتنحى بتلوح وهذه بتتلوح بتقعد الطبقه الوسطيه هي ريتها البياض ده البياض ده يتغربل وتنظف ويستعملوا فيه في الاكل
جميل جميل. وجودته أفضل من ملح البحر طبعاً. أفضل ها؟ أفضل بياسر. جميل تغربي اليوم. أنت نقية هذه من وسطها. كريستال. ذوقها يا حسام ذوق. حسام ذوق. طب منين الجهة الفان؟ ملحة. ملحة حقانية. ملحة حقانية. مبنى قديم جدا بس مبنى كان ضخم باين مبني يعني بدايته من هنايا ومستمر كيف ما تشوف. مستمر من غادي بعد 13 سنة أول مرة نرجع لعين الزغراتة في الفقهة. فهذه زمان دخلناها انا وصاحبي فوزي وعبد الوهاب المجدوب وحسين بن حسين وجمعه او محمد الحطاب. خشينا 500 متر داخل كانت جوله ما ننساش طول عمري الحق. فتو ناخذ فيها جوله بسيطه هيك. ما شاء الله المي كيف صافية. المي إلى الرطبة كيف نشوف هنا. لو تدخل ننصحك تدخل تشوف سبيدرو يتحمل المية تخش فيه وتلبس مثلا شورت. هذه واحدة من القطع اللي سادة سكيف طايش تنسوي. بس هنا تحتاج لإضاءة طبعا مظلمة نهائيا. طبعا انا ما اشوف شيء بس الكاميرا تقدر تجمع شوي ضي. نبي ندخل تحت الأرض. طبعا لازم نمشي بالعرض. حاليا صعب اننا نمشي بالطريقة هي. صعب ان نمشي بالطريقه هي. لازم يكون بالعرض كيف تشوفوا. طبعا مسافتها 500 متر والشباب توهم مستعجلين صلاه الجمعه قريب. فهذه يعني نبذه عن العين. شوفوا كيف مسكرينها وحتمشي تحت الارض لين توصل لتحت الجبل. كم كيجي الغاز تقريبا؟ اسبوعين.
كل اسبوع اسبوعين كويس. والله يا اخونا فوزي شدنا اليوم على الغداء هنا يا اخي فوقها ما شاء الله. فتات الفقهة ما شاء الله. فتات الجنوب بصفة عامة ما شاء الله. تبارك الله. ايش غادي بنوري بس الشاذر بينا هذا؟ لا يا رجل كيف؟ ما هو تفرق مكان لمكان يعني هذا الفتات يعني مش اخذ فكرة بس. كيف حالي يا خالي؟ هذه التويوتر هايلوكس في 2007 خشينا بها الهروج الاسود، كان معنا عبد الكافي رحمه الله عليه واخوي فوزي، طبعا سياره والد فوزي عم عمر الرياح. السياره هذه عندهم من سنه 2001، ربي يبارك لهم فيها ما شاء الله. هايلوكس ذكريات. شاهي يعني. ثلاثة كيس. طبعا النظام في الفوق هنا ما فيش جزار، فجيت اخذ محل غذائية فيها دجاج مستورد ودجاج محلي. دجاج وفي حتى اكياس لحم خروف ولحم بقر مجمد. كل كيسة فيها 1 كيلوغرام يعني واحد. هاي اعطيني اسميك، ما اعطيني اسمك. فضيل عسلام حسين. وانت؟ عبد ابراهيم محمد. وانت؟ محمد افتاح حميده. باه هاي كلكم عبد الله بكر عبد الله. احنا جيس محمد. بكر امام ميلا. باه. نقاد محمد حمسليه. باه ما شاء الله. هاي رجع سلاحسه. باه انتوا تمشوا الكشافه. شنو النشاطات اللي تديروا فيها؟ نشاطات. ايه دوزه نسيد يعطونا نقروه هذا هو فكره على فكره على ليبيا عشان نخدموها ليبيا. فكره جميل. على التعامل مع الناس ما شاء الله. نحافظ على الامن ونحافظ على البيئه ما شاء الله. نعمل تطوعي. نعمل تطوعي جميل جميل. ونساعد الناس ونساعد الناس المحتاجين والناس ما شاء الله ما شاء الله. ربي يحفظكم. شنو اسم الفرع بتاعكم هنا كشافة؟ الفقهة. الفقهة يعني فوج كشافة الفقهة. ما شاء الله ما شاء الله. انتوا اي مستوى تواصلين؟ نعم اشبال. اشبال تبارك الله. احنا فتيان مثال ما جابوا البس اللي باه. فهمت عليكم. بالتوفيق ان شاء الله. تبت مثلا حتى ويشوف الفيديو شنو تبي تقولون؟ ولا اشترك بالكشاف منور يا المشاهد. ربي يحفظكم ان شاء الله. منورين بارك الله فيكم.